فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم القروض البنكية التي تسمى حاليا بالتورق؟ نعم، يقول: ما حكم القروض البنكية التي تسمى حاليا عندهم بالتورق؟ هذه ما هي بقروض، هذا بيع، يشتري منهم سلعة موجودة، يشتري منهم سلعة موجودة ثم يقبضها وينقلها من محلهم ويبيعها مكان آخر وينتفع بثمنها، فإذا حل الأجل يسدد لهم الدين الذي عليه، لا بأس بذلك، هذا بيع. نعم، ما هو بقرض، هم يسمونه قرض الآن وهذا غلط، ما هو بقرض، هذا بيع. نعم.